تعرف انا عملت اللي عملته في فؤاد عشان بحبك قوي. كانش ينفع اسكت بعد ما عرفت اللي عمله فيك. كنت هتروحي فيها يا نادية؟ انا موجوعة قوي. وانا ما استحملش اشوفك موجوعة من وانتي عيلة صغيرة. انتي عارفة ماما ماتت وامك حامل فيكي. عمري ما حزنت على حد زي ما حزنت عليها. بحبها قوي. ابوكي وعمتك عواطف حاولوا يعملوا المستحيل عشان يطلعوني من حاله الحزن اللي انا كنت فيها، بس كنتش قادر اغفر لهم. عمرهم ما كانوا بيحبوها، دايما يوقعوا ما بينها وما بين جدك لحد ما اتولدتي. ساعتك امك كلمتني وقالت لي لازم اجي اشوفك والا هتزعل مني بجد. امك كانت غاليه عليا. رحت وشفتك، كانت أول ابتسامة ابتسمها من ساعة ما ماما ماتت. لما وشك ضحك لي لما شافني، ومن ساعتها ما بتبطليش عياط غير لما أشيلك وأغنيلك في ودني. ما بقدرش أستحمل أشوفك بتعيط. لحد النهاردة ما بستحملش دموعك. وأنا يعني فكرت وخططت شفت كل اللي اعرفهم في الداخليه علشان نجيب لك حقك ونخلص الموضوع ده وبسرعه دي، وما يبانش ان انا ليا علاقه بالموضوع ده خالص. عشان ايه؟ مش عشان حاجه، عشان اسمك ده ما يتحطش مع حاجه بالحقاره دي. اللي كان بينك وما بين فؤاد ده ما ينفعش يتسمى حب. يمكن تكوني انت حاسه ان كان حب، بس ده مش حقيقي. دي كانت علاقه مريضه، لو كنت هتستمري فيها كانت هتدمري. كانت رشا كانت بتقول الكلام ده امبارح برضه. انت عارفه ان رشا كانت مقرره انها ترجع بلدها؟ بس لما عرفت اللي حصل لك نسيت روحها وقرارها ده واتلهت فيكي زي بالظبط. انت غاليه علينا قوي.